ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة، وأيضا للتفاصيل الميدانية من رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. من القدس أبدأ معك نضال، وهل هناك أي تفاصيل حول هذا الإعلان من الإذاعة الإسرائيلية فيما يتعلق بقرب التوصل إلى تفاهم معين حول رفح وفيلادلفيا؟ نعم يا كارولين، عمليا يعني ما يتم الحديث عنه هو تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، أو على الأقل اعتراف كل واحد بمصالح الآخر، وربما البدء في التفكير في حلول منطقية، حلول وسطية لهذه القضية. أولا هنالك التزام إسرائيلي بأن لا تقوم إسرائيل بأي عملية عسكرية في منطقة رفح دون إيجاد حل لما يزيد على 1 مليون مواطن موجودون في منطقة رفح. هنا توجد صعوبة، لغاية الآن لم يتم اتخاذ قرار إلى أين سيتم إجلاء هؤلاء، إلى منطقة خان يونس مثلا. هذا يحتاج من الجيش الإسرائيلي إنهاء العملية العسكرية في خان يونس أولا، وإلى شمال القطاع هذا سيحتاج إلى قرار سياسي إسرائيلي يسمح بعودة المهجرين إلى شمالي القطاع، وفعليا هذا سيعني تقريبا إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في شمالي القطاع. أيضا هنالك اتفاق حول الوضع الأمني على طول محور فيلادلفيا، وفقا للمصادر الإسرائيلية ووفقا لما تقوله إذاعة الجيش، فإنه سيكون هنالك دور ما لإسرائيل بما يجري على طول المحور، لكن دور بالحد الأدنى ودون وجود دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة. على الأغلب هنا الحديث عن نصب كاميرات متطورة أو وسائل مراقبة إلكترونية تكون إسرائيل قد يعني ساهمت في نشرها وهي ستشغلها. والقضية الثالثة هي بناء الجدار الحديدي المعدني تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق. هذا الجدار سيكون مشابها للجدار الذي بنته إسرائيل على طول حدودها مع قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. فعليا إسرائيل تقول بأن هذا الجدار الذي بنته تحت الأرض نجح بالفعل في منع حفر أنفاق لحركة حماس باتجاه إسرائيل، وبالتالي هي تريد مثل هذا الجدار على الحدود المصرية. لكن مسألة بناء الجدار ربما قد تكون المشكلة الأكثر تعقيدا الآن، لغاية الآن لا يوجد الكثير من التفاصيل حولها. لكن عموما كل هذه المفاوضات تأتي بعد فهم إسرائيلي بأنها لا يمكن أن تقوم بأي عمل ما على الحدود مع مصر دون موافقة مصرية، وإلا فإنها ستذهب إلى أزمة حقيقية أكثر مما هي عليه الآن مع مصر. أنتقل إلى رفح ونطلع على آخر التطورات الميدانية مع حازم البنا، تفضل حازم. نعم كارولينا، بالفعل يعني ارتباطا بما تفضل به الزميل يعني نعم، هذه العملية نضال، عفوا، هذه العملية، هذه الخشية الفلسطينية من يعني الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة رفح تدفع بالعديد من السكان في هذه المنطقة للتفكير كثيرا في مستقبل وجودهم في هذه المنطقة ولا أين يمكن أن يذهبون. لذلك هذا الموضوع عمليا يشغل الوسط الفلسطيني هنا بشكل كبير، وهناك مباحثات جدية عمليا في هذا الأمر. لكن عمليا الجيش الإسرائيلي يحاول أن ينهي بعض العمليات العسكرية في منطقة خان يونس، ربما ارتباطا بهذا الأمر. معروف بأنه خلال اليومين الماضيين قام بسحب لواءين من قبل اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، والآن يحاول أن يعيد انتشار بعض آلياته. كما لاحظنا منذ صباح اليوم كان هناك انسحاب جزئي لبعض الآليات من المحاور في وسط معسكر خان يونس، وأيضا من محيط المحاور الغربية، وانتشل عدد كبير من الضحايا ما يزيد عن 20 قتيلا تقريبا انتشلوا من هذه المناطق التي يعني حصرتها الدبابات الإسرائيلية، بينها مشفى الأمل ومحيط مشفى ناصر. ولكن ما تزال عمليا هذه المشافي يتعرض محيطها لغارات إسرائيلية مكثفة، وهناك أوامر جديدة أيضا ما تزال تصدر من قبل الجيش الإسرائيلي للسكان في مناطق الغربية لمدينة غزة، سواء في مخيم الشاطئ، حي النصر، الشيخ رضوان، تطالبهم بالنزوح إلى مناطق في دير البلح، ما يجعل عمليا هذه المسألة المرتبطة
مرتبطا بمحور فيلادلفيا معقدة جدا. عمليا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ما تزال لدى حركة حماس القدرة أو محاولات من قبلها لإعادة السيطرة على مناطق في شمال وشرق قطاع غزة. وحينما يعني سألنا مصادرنا في هذه المناطق قالوا بأن هناك سرقات عديدة تنتشر في أوساط عدد كبير من المنازل المواطنين. بعض المواطنين يعني قاموا ما يشبه بالعصابات في هذه المنطقة للسطو على منازل المواطنين جراء تفشي ظواهر الجوع في هذه المناطق. وعمليا يبدو أن حركة حماس حاولت أن تنشط في هذا الجانب يعني اعتقال أو تصدي لهذه السرقات التي تنتشر في مناطق شمال ووسط مدينة غزة. وربما فسر الجيش الإسرائيلي هذا الأمر عن أنه محاولات لحركة حماس للتصدي أو لإعادة سلطتها المدنية والعسكرية في هذه المناطق. لذلك يشيرون بأن الجيش قام بالفعل بالتوغل في عدد من هذه المناطق. لكن أوامر الإخلاء الجديدة أيضا تشير بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يقول بأن هناك جيوب ما تزال تشتبك على الأقل في 24 ساعة الماضية. ما تزال المناطق الغربية في مدينة غزة تدور فيها اشتباكات عنيفة، وأيضا اشتباكات ما تزال تدور في مناطق في شرق مدينة خان يونس وأيضا في شرق المحافظات الوسطى. من رفح شكرا جزيلا حازم البنا، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعنة، شكرا جزيلا لكما.